مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء صيفية، وصلت درجة الحرارة في العاصمة عمان ل 31 درجة مئوية. أما هاي الليلة رح تكون الأجواء مائلة للبرودة في العديد من مناطق المملكة، رح تسجل درجات الحرارة 18 والرطوبة 89%. غدا نهارا رح تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي، رح تسجل نهارا 29، بالليل رح تنخفض ل 17 ورح تكون الأجواء مائلة للبرودة. يومي الجمعة والسبت أجواء صيفية نهارا 29، بالليل رح تنخفض ل 19. وهلأ رح نستعرض درجات الحرارة في المدن الأردنية. البداية رح تكون من شمال المملكة، أجواء مائلة للبرودة، جرش 20 غدا 32، إربد 21 غدا 31، عجلون 29 غدا، وأجواء صيفية. المفرق والزرقاء 19 غدا 32، أجواء صيفية اعتيادية. أما هاي الليلة مطار ملك علياء ومادبة 18 غدا 29، الصل 19 وغدا 31. البحر الميت 29 غدا 39، الكرك والطفيلة 17، أجواء مائلة للبرودة وغدا 29. معان 19 غدا 33، مدينة العقبة أجواء معتدلة 28 وغدا 39. رويش 19 وغدا 36 وأجواء صيفية حارة. ملخص الطقس خلال الأيام القادمة، طقس مناسب للرحلات يوم الجمعة، انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، وأجواء صيفية اعتيادية الأيام القادمة. هلا رح ننتقل لدرجات الحرارة لمدن ودول حول العالم.